الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. أخبار اقتصاد وفاطمة خليل. فاطمة شكرا محمد عبد الله، شكرا نادينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للسقوق على عدة إصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة. يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة تقدر بنحو 141 مليون دولار خلال الفترة من 4 أغسطس حتى 17 من الشهر ذاته. أوضحت الوزارة أن الإفراج شمل نحو 224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار، وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة بريكس لتسجل نحو 4.9 مليار دولار خلال العام 2022 بنسبة ارتفاع تقدر ب 5.3%. أوضحت بيانات الجهاز المركزي أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس ارتفعت لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%. بحث وزير البترول طارق الملا مع الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية جون كريستمان فرص مد أنشطة الشركة إلى منطقة البحر المتوسط الواعدة للبحث عن الغاز الطبيعي. شهد اللقاء استعراض خطط وبرامج الشركة للاستكشاف وحفر الأبار وخططها لزيادة حجم أعمالها من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية. من جانبه أكد كريستمان أن نجاحات مشروعات وأنشطة أباتشي الأخيرة التي تعمل في مصر منذ عدة عقود بالصحراء الغربية تشجعها وتزيد من رغبتها في الاستثمار بمناطق امتياز جديدة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع قلة المعروض العالمي بفعل خفض الصادرات من السعودية وروسيا، الأمر الذي تفوق فيه تأثيره على مخاوف متعلقة بنمو الطلب العالمي في ظل أسعار فائدة مرتفعة. وخلال التعاملات صعدت أسعار خام برنت بنسبة 75 سنت إلى 85 دولار للبرميل بنسبة 92%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا إلى 82 دولار للبرميل بنسبة 53%. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 27% لتصل إلى 3 دولارات وسنت للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.76% لتسجل نحو $2.60 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات أولية تراجع صادرات كوريا الجنوبية في أغسطس، وذلك في أحدث علامة على أن ضعف التجارة العالمي يلقي بثقله على النمو الاقتصادي. كشفت البيانات على أن عمليات الشحن اليومية للبضائع انخفضت بنسبة 10.7% في المتوسط في أول 20 يوما من الشهر مقارنة بالعام السابق، في حين انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 16.5%. خفض بنك جولدمان ساكس الأمريكي توقعاته للعائد على الأسهم الصينية من 14% إلى 11% في ظل تراجع قطاعات العقارات، وهذه هي المرة الثانية خلال 3 أشهر الذي يخفض فيها البنك تقييمه للأسهم الصينية مع تزايد التشاؤم في سوق الأوراق المالية بعد تفاقم أزمة العقارات.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد ودينا لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة خليل.